اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة طيبة مباركة. ما أحوجنا في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر العظيم شهر رمضان، ما أحوجنا أحبتنا الكرام إلى المزيد من الأعمال الصالحة قولا وفعلا، فإنها بإذن الله تعالى تزيد الإنسان في حياته وفي دنياه وفي آخرته الخير الكبير بإذن الله تعالى. كلمة العمل الصالح، هناك أعمال كبيرة وكثيرة في حياتنا هي أعمال صالحة بإذن الله تعالى، لكن الإنسان يحتاج إلى توجيه بين الفينة والأخرى ليقف عند حقيقة العمل الصالح. ضيفنا لهذا اليوم سيوضح هذه المسألة المهمة الدكتور راشد حمدان العزمي، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة جامعة الكويت. دكتور راشد حياك الله. حياك الله أستاذ الكريم، وحيا كذلك مشلمنا وكذلك الأخوة القائمين على هذا البرنامج، وأخونا كذلك الدكتور عبد الرحمن المشرف على هذا البرنامج. صلى الله عجل التوفيق للجميع. آمين. شيخنا الفاضل الشيخ راشد، فيما يتعلق بأهمية العمل الصالح في حياة الإنسان، وهذه الأهمية تأتي ثوابها دنيا وأخرى يعني بإذن طيب. الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا لما نتكلم عن العمل ودنا نتكلم على طبعا فضل العمل الصالح، لا شك موجود، والله عز وجل دائما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. فالإيمان مرتبط بالعمل، لذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك نحن نريد أن نتكلم على أن المفروض الإنسان يعمل عملا غير مألوفا. صحيح. هذا يعني اللي إن شاء الله عز وجل راح نفيد فيه إخواننا من المستمعين المستمعات والمشاهدين المشاهدات. فالعمل الصالح عمل مطلوب، المؤمن إنما يرتقي بالعمل الصالح، جاء في الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صحيح. ولذلك الله سبحانه وتعالى علاقتك معه العمل الصالح، ولم ينفع أبو لهب مع أن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل قال تبت يد أبي لهب وتب مع قربه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل في الإنسان أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث القدسي معروف، حديث أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فيه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ولذلك جعل الله عز وجل لهذا العمل كتب حافظين، أدنى عمل وأعلى عمل. الآن اليوم أنت لما تروح صلاة الجمعة، هناك من الناس من يأخذ في صلاة الجمعة الأجر العظيم بقدر بقرة، يعني كأنه منفق بقرة، منفق في سبيل الله عز وجل، ومنهم من كأنه أنفق بعير، ومنهم من حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى آخر الناس كأنه أنفق بيضة. فالذي أنفق بيضة اليوم بمقدار بيضة من أصل كرتون كم؟ 20 فلس، 30 فلس، 50 فلس، فرق اللي أنفق كم؟ 400 دينار أو 1000 دينار. فهذا يفرق عن هذا، ولذلك جعل الله عز وجل لهذا الأمر حساب، ودقة الأرقام هي اللي تبين لك. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل قال السلام عليكم قال 10، مرة ثانية قال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، مرة ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 3. محسوب. نعم. الأمر محسوب. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، أن كل إنسان كل ما يقرأ من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، حسنة والحسنة بعشر أمثالها 10 حسنات. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. يعني لك 30 حسنة بس ألف لام ميم. الله. فلغة الأرقام، لذلك حتى يوم القيامة اللغة لغة أرقام. نعم. لغة أرقام. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. إذن القضية هي قضية تحصيل، إيش كثر يطلع منك
وش كثر يدخل عليك. هل إذا كان أنت حسنات، ولذلك يقول السلف خاب وخسر من غلبت أحاده عشراته. إيش معنى أحاده عشراته؟ أحاده السيئات، السيئات تكتب واحدة والحسنة تكتب بعشر. فخاب وخسر من عشر حسنات، السيئة واحدة، سيئات تبقى على عشر حسنات، خاب وخسر. فاللغة مع الله عز وجل لغة أرقام. يعني أنت الآن لما تتعامل، ولذلك الله عز وجل قد يعطي عنيتك الحسنة. الله عز وجل قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأنت ممكن تنفق دينار ونيتك طيبة ووضعته في المكان المناسب، الله عز وجل يجعلها 100 دينار وقد يكون ضعف كثير. ولذلك ليش نتكلم هذا العمل؟ الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى. شكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه الشكور. ما معنى الشكور؟ يعطي على العمل البسيط الأجر العظيم. أجر عظيم. رجل دخلت، يعني هذا ما سوف نأتي إن شاء الله، بس أقصد يعني بعض الناس دخل الجنة ونجينا بعض القصص بسبب عمل بسيط تقبله الله عز وجل منه. ولذلك يقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. فضيلة الشيخ دكتور راشد حمدان رويشد العازبي، لا شك يعني أيضا الحلقة جاءت تحت عنوان أعمال غير المألوف. فما هو العمل غير المألوف؟ العمل غير المألوف يعني أنك أنت تعمل شيء مو شيء عادي. عشان تقترب تحتاج شيء نوعي. يعني أنت لما تشوف هذا العمل اللي ما أحد يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا ما يسمى بالخبيئة. هذه خبيئة. فأنت لازم تعمل بعض الأعمال الغير مألوفة عند الناس. وذلك الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة، طيب، كانوا في برية وكانوا في 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 مطر شديد، فدخلوا داخل غار. وإذا بهذا الغار تنطبق عليهم صخرة من فوق من الجبل وتسكر عليهم الجبل مغلق. هم ثلاثة حاولوا يحركون هذه الصخرة ما تحركت. قالوا سلوا الله بأفضل أعمالكم. يقول سلوا الله عز وجل بأفضل ما عندكم من الأعمال. قال الأول رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، حين ما حد يعلم ما عند الثاني من عمل غير مألوف. قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. شوف قال ولم أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الله. يعني يقول أنا لما أجيب، هو عنده غنم، فيقول لما أجيب الحليب لأبوي وأمي ما أقدم عليهم أحد، أفضل الحليب أوله معروف. سواء حليب الإبل، حليب الغنم، حليب البقر، أفضله أوله. هذا الأفضل. فهو الآن يقدم لهم أفضل الحليب، وبعد ذلك يعطي أولاده ويعطي زوجته ويعطي. فقال أنا لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يقول في يوم من الأيام تأخرت، يقول في الرعي، فجئت وقد ناما فكرهت أن أنقذهما. أمه وأبوه، شوف أمه وأبوه ناموا، يعني يمكن توهم نايمين، بس هذا من أدبه ومن بره لأمه وأبيه، ما يبي شنو يوقظهم. هذا عمل ترى غير مألوف. الأصل اليوم حنا شبابنا اليوم ممكن لو جاء مثلا طق الباب ولقى أمه والأبوه نايمين، في الغالب اتصل تلفون، دق مرة ويدق مرتين ويدق ثلاث ويدق أربع ويدق خمس ويدق ست، ولين يردون عليه. صح ولا لا؟ هذا واقع الحاح. هل هذا بر؟ هذا ما هو بر، هذا خطأ في التعامل. حتى لو ما كان عقوق، بس أقصد خطأ في التعامل. هذا يقول أنا كرهت أن أنقذهم مع أن عندي الحليب بين يدي. زين وعياله إيه شنو سوى؟ يقول وأولادي، يقول جلست، يقول إلى صلاة الفجر، إلى أذان الفجر. الله. يقول فجلست ماسك القدح هذا، يقول وأنتظر وأطفالي يتضاغون تحتي حتى أذن الفجر، يعني حتى بزغ الفجر. يقول فلما قام أعطيتهم هذا الأمر. قبل منه
ما يبي يغير سنته اللي كان يمشي عليها وطريقته اللي كان يمشي عليها. مع أن الأطفال أنت تعلم أذية الأطفال إذا كانوا جوعانين ماذا يفعلون، مع أنك تعلم أن هذه المرأة ممكن تكون سبب في مشاكل معها لأجل أنك أخرت. طيب خلاص أنت حط جزء بسيط لأمك وأبيك، تعرف قدر الأم والأب كم يأخذون، وحط لأولادك شيء بسيط. قال لا أبى إلا أن يمشي على عادتي، وهذا من بلاء الله عز وجل له. هذا من بلاء الله عز وجل له، هل هو صادق في هذا الأمر أم لا؟ يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. شوف مو عشان يقولون عن الناس أني أنا بار، يقولون عن الناس أني كذا، لا لابتغاء وجهك. اللهم فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. وذلك عنا نقول عمل البر، ما هو بعض الناس يعتقد يمن على أبيه وأمه في برهم ويقولوا أنا كل يوم ترى قاعد أتصل عليك يبا. أنا ترى خير خير من الله أني قاعد أتصل عليك ترى. كأنه إيش يمن فضل عليه وتفضل عليه. ولذلك لما قال الرجل لابن عمر قال له أنا كنت لها عن أمه، كنت لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يقول أنا أطوف فيها ورحت فيها عرفات ومزدلف الحج كامل على ظهري، هل تراني أديت حقها؟ قال ولا زفرة. فهذا يدل أن إيش عمل هذا الرجل عمل غير مألوف، البر الغير مألوف. حنا الواحد منا مثلا لما تقول حق واحد بر أبوك ولا بر أمك ولا بر، يعمل اللي يستطيع، لكن هل يستطيع أن يفعل مثل هذا الإنسان؟ هذا عمل ترى صعب. أنك أن في أحد وكلاء الكويت وكلاء الوزارات يقول أنا يوميا أجي عند والدتي ها وتصبح عندها وتريق معاها واشرب معاها القهوة وروح العملي يوميا. هذا عمل عادي؟ لا ما عادي. الإنسان يتعذر بألف عذر، وممكن عنده مشاغل وعنده أشياء وعنده أمور. ولذلك هذا أحد الأعمال الغير مألوفة. احنا نقول هل عندك في برك لأمك أو لأبيك شيء عمل غير مألوف تلقى الله عز وجل فيه؟ تستطيع لو حصلت لك مصيبة تقول مثل ما قال هذا الرجل اللهم إنك تعلم أني أنا بارا بوالدي أو بارا بوالدتي وقد قدمت كذا وكذا، اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج عني، يفرج الله عنك. هذا العمل الأول. إذن العمل الثاني ننتقل بعد الفاصل للتعرف عليه إن شاء الله. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمشاهدين إلى لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور راشد حمدان الرشد العازمي عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وحديثنا عن الأعمال غير المألوفة. وكنا قد توقفنا عند أيضا الحالة التي كان عليها ثلاثة أشخاص في الغار، وأيضا أغلقت عليهم الصخرة، وتحدثنا عن البر أحدهما عن والديه. لكن أيضا قبل أن ننتقل إلى الشخص الآخر دكتور، يعني لا شك أن اليوم إحنا يعني أول ما يجيك هم تروح تشتكي لأمك وأبوك، لكن هذا في عقوق الوالدين، لأن أكثر ناس يتأثرون بالأم والأولاد الأم والأب. أنا والله صراحة أذكر وحدة تقول أنا ما لا يمكن أن أقول حق والدتي أني أنا تعبانة، لا يمكن. حتى مر المرات كانت يعني كنا قاعدين، فكانت يعني موجودة هي زوجتي يعني، فكانت موجودة، فأمها دخلت فسوت نفسها أنها إيش ما فيها شيء، لأجل شنو؟ تقول أنا ما أبي خاطرها يتكدر في الله. يعني شوف يعني هذا الإحساس قد لا تجد عند أحد، قمة البر في يعني الوالد أو في الوالدة. الشاهد الآن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك الصادق في تعامله مو مثل الإنسان الذي لا يصدق في تعامله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهؤلاء الثلاثة كانوا صادقين. الأول كان صادقا في بره، عمل غير مألوف. ولذلك لما الله عز وجل ابتلى صبر. الثاني أيضا عجيب، قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كما يحب الرجل المرأة وكانت من أحب النساء إلي. يقول وراودتها عن نفسها لكنها لم تستجب. يقول فجاءت عليها فاقة احتاجت،
فجاءت لابن عمها أقرب واحد لها فقالت لي يا فلان أنا محتاجة ذاك المبلغ من المال. فقلت نعم بشرط. قالت وما الشرط؟ قال تبكريني من نفسك. قالت نعم. يقول فجمعت لها هذا المبلغ، في بعض الروايات أسبوع كامل يشتغل ويعمل فجمع المبلغ. يقول فلما جمعت المبلغ وجلست منها مجلس الرجل من امرأتي قالت يا فلان اتق الله ولا تفضل خاتمها إلا بحقه، يعني إلا بالزواج. يقول وقمت منها وهي من أحب النساء إلي، يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. تحركت الصخرة. ليش؟ هذا الرجل يعني تعلق في هذه المرأة، لكن تعلق بالله أعظم من تعلق بالمرأة، وذلك من تعلق بغير الله عذب به. لما كان هذا الرجل حب الله عز وجل عنده أعظم من حب المرأة قام من تلك المرأة، وهذا يدل على العفة، أن هذا الرجل عفيف. ولذلك هذا عمل غير مألوف. فالإنسان في مثل هذا الوضع قد يعني يسقط مرة ومرتين وثلاثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وذلك جاء في بعض الروايات أن الإيمان يكون فوقه، فإذا انتهى رجع الإيمان إليه. هذا يدل على أن هذا الرجل عمل عملا غير مألوفا في العفة. ولذلك الله عز وجل لما ذكر عن يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مع أن يوسف شاب وجميل، وغلقت مو باب أبواب، وهو غريب وهي الداعية، طيب، وتهيأت له وزوجها غير لا يغار عليها، ومع ذلك استعصم بالله عز وجل، فكان عملا غير مألوفا. ولذلك الله عز وجل قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الرجل الثالث اللي في هذا الحديث الذي عملا غير مألوف يقول اللهم إنه كان لي أجرا، يعني تحركت الصخرة بس شافوا السماء لكن ما يقدروا يطلعون، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل يريد أن يبين لك هؤلاء عملوا شو الأعمال. فقال اللهم إنه كان لي أجرا، يقول أنا رجل تاجر اشتغل وعندي أجرا يشتغلون عمال يشتغلون عندي. يقول وعطيت كل واحد أجره إلا واحد أبى. يعني مثلا اليوم أنت عندك صباغ وعندك سباك وعندك مثلا واحد يشتغل كهربائي، فكل واحد انتهى عمله قلت له فلان هاك مبلغك هاك مبلغك. يقول واحد منهم قال له أنا أبغي أكثر. يقول فتفاصلنا فقال لا تعطيني مبلغي ولا ما أبي. يقول فقام وتركني وترك المال. يقول فأخذت ماله فنميته. الحين هو اهتم مال الإنسان هذا أكثر من اهتمامه بإيش؟ بماله هو، من باب الأمانة. يقول اهتميت في ماله، ماله اهتميت فيه، هو لم يربح شيء إنما اهتم بهذا. يقول فإذا بهذا المال الله عز وجل بارك فيه، فابتلاه الله عز وجل. جاء هذا الرجل بعد كم؟ نقول بعد 20 سنة جاء، قال يا فلان اتق الله وأدي لي حقي. فقلت هذا كله حقك. نقول مثلا وادي من ذهب، وادي من غنم، وادي من بقر، وادي من أموال طائلة وكثيرة جدا وهائلة. يقول يا فلان يعني لا تستهزئ به، هذا كله حقك. حقي أنا؟ قال نعم كله حقك. قال يا رب لقد ذهب وما ترك لي شاه من لؤمه، ما ترك لي شاه ولا أعطاني شيء، ولا أعطاني على قدر السنوات اللي أنا انفقت وقتي على عليه نمي ماله، هذا ما أعطاني شيء. ومع ذلك هو لم يقل له، وهذا من إخلاصه، ما قال له يا فلان الحين تعال أنا كل الفترة هذه قاعد أشتغل ببلاش أعطني فلوس. لا، يقول ما قال له ولا شيء، أنا فعلت لله وأنا أريد ما عند الله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك اللهم فرج عنا ما نحن فيه. تحركت الصخرة يخرجوا ويمشوا. هذا عمل غير مألوف. الأصل أن الإنسان شحيح في ماله وشحيح حتى في أدائه، أداء المال، هذا بالغالب. لذلك الشيخ رحمه الله أحمد متولي الشعراوي يقول إذا جاء واحد، يقول هو يسولف عن شخص، يقول إذا جاك واحد يدين منك يقول قل له بوس إيدي قبل لا تدين.
قال ليش؟ قال لي اني انا باكر راح ابوس ايدك وابوس راسك عشان تعطيني فلوس وما تعطيني. فالمقصد هذا نمى مالا ليس له من باب الامانه. ولذلك هذا عمل عملا غير مألوف. فاليوم حنا نقول لما طالع اعمال الصحابه رضي الله تعالى عنهم اعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقوم القيام حتى تتفطر قدماه؟ ترى هذا عمل غير مألوف. يصلي بالبقره والنساء والعمران في ركعه، هل هذا عمل عادي؟ لا، ما هو عادي. ينفق النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الأعرابي فيقول أعطني يا محمد، فيعطيه واد من غنم، فيقول له ذلك الرجل يعني الصحابي، يقول حق قومه اذهبوا فأسلموا، لقد جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ترى هذا من يعطي عطاء لا يخشى الفقر. ولذلك لما طالع السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ترى كلهم أعمالهم نوعية، يعني ما هي أعمال عادية. رجل إمام عادل، والأصل في الغالب في من يتولى الإمامة أو يتولى القضاء هو إن شاء الله فيهم خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. ليش؟ لأن الثلثين إما يحصل أمر، إما يكون فيه نوع من التشفي على إنسان قد أو يحكم بغير حق أو يحكم بغير أدلة بغير دليل أو غير ذلك. ولذلك قال الإمام عادل، قال وشاب نشأ في عبادة الله، وهذا غير مألوف. ولذلك يعجب الله عز وجل من شاب ليست له صبوة، شاب وبفتوته وقوته، ومع ذلك ليس له أي زلة من الزلة من أقصد من الكبائر. طيب، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ورجلان تحابا في الله افترق عليه واجتمع عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، مو قلبه معلق في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا قلبه معلق في المال، ولا قلبه معلق في البورصة، ولا قلبه معلق وين؟ في المساجد. وما لا ذلك ما عنده تعلقات أخرى، لكن أقصد صار الحين الساعة 3، بعد شوي صلاة العصر أروح أصلي في المسجد، صارت صلاة المغرب أتفطر شوي يفكر بإيش؟ بالصلاة، صارت صلاة العشاء عنده تعلق في هذا المسجد، كأنه مثل المعلقات اللي في المسجد، قلبه معلق. ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني شنو العلماء يفسرونها؟ شنو يعني؟ مثلا أنت يكون معك مثلا ما تدري كم، فجاك واحد وأنت أثرت في هذا الشخص اللي أمامك، فخدت الفلوس اللي معك وعطيته ما أدري كم، دفعت اللي بجيبك كله. يقول فهذا الرجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحسنت. أيها الإخوة والأخوات، بعد الفاصل سنتواصل إن شاء الله، تابعونا. أهلا بكل الأحبة الكرام مستمعين ومشاهدي لهذه الحلقة لهذا اليوم، فضيلة ضيفنا العزيز لهذا اليوم فضيلة الدكتور راشد حمدان العزمي تحدث عن الأعمال الغير مألوفة. يعني البني آدم لازم يفكر في الأعمال الغير مألوفة في حياته ليقوم بإذن الله تعالى أو ينال منزلة عظيمة. يقال فضيلة الشيخ راشد في موسم الحج رجل، وهذه من الأعمال الغير مألوفة، كان يحمل والدته على كتفيه ليكمل لها الطواف مناسك، فوصل إلى الخامسة فقالوا له الناس كفى، والدتك ماتت. لا لا، فقال أريد أن أكمل لها السابعة. فهل هذا عمل غير مألوف فضيلة الشيخ؟ ما في شك، هذا الرجل ممن وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعمل ما تريد عند الله سبحانه وتعالى واترك الأمر له، فتجد من الله عز وجل الخيرات. ليش؟ أنت تعامل مع الله، لا تتعامل مع الناس. الناس الأنبياء كانوا يقول أنا أريد منكم جزاء ولا شكر. أن تريد من الناس الشكر، قد يعطيك واحد الشكر وقد الثاني ما يعطيك، قد الثاني الثالث يعطيك لكن بشيء من التفضل والمنة عليك. فالإنسان الأصل أنه يعمل عملا غير مألوف دائما. يعني مثلا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه
ناداه الله عز وجل من رؤوس الأشهاد ويقول يا فلان تعال، فإنك تختار من الحور العين أيهما شئت. ليش؟ لأن في الأصل الإنسان ينفذ غضبه، ينفذ غضبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليش قالت عنه، ترى كانت أعمالها غير مألوفة حتى قبل البعثة النبوية. ايش قالت عائشة، ايش قالت خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. شوف، ولذلك اللي بيتعامل مع الله هكذا تعامل. الله لن يخزيك، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، والله ما نظن بالله عز وجل إلا خيرا، ما نظن بالله إلا خير. لو إيش يصير فيك، ما تظن بالله عز وجل إلا خير، ولا تعلم من الله إلا كل خير، ولا أعطانا الله إلا كل خير. فلذلك ترى الظن الحسن، لذلك يقول الإمام مالك، يقول في يوم عرفة، يقول خاب وخسر من ظن في الله عز وجل في هذا اليوم ألا يغفر الله له. ولذلك ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال في العمل الغير مألوف، في الزمان الغير مألوف، أن الإنسان يسوي شيء غير، قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلها الجنة، رغم أنفه رغم أنفه. هذا باب موجود قدامك سهل، باب غنى لك عند الله عز وجل أن يكون هذا باب لك في دخولك الجنة. ولذلك البعض اليوم يهتم في جوانب أخرى ويترك جانب والديه، وهذا خطر. ترى التوفيق والرزق والخير وكل فضل وعافية هو في شنو؟ في برك لوالديك. والله تجد كل توفيق وكل خير وكل راحة وكل. ولذلك قال ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. اليوم عندك أنت رمضان قدامك مفتوح. أنا أقول حق الشباب يعني حتى في المسجد وقلت لهم في أماكن أخرى، اليوم أنت عندك فرص في رمضان. إذا كان في غير رمضان أنت لما تختم ختمة واحدة لك 3 مليون حسنة، هذا في غير رمضان. في رمضان كم ممكن يصير؟ 3 مليار حسنة مضاعف، زيد وزيد. طيب عمره في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت اليوم عندك تستطيع تعمل أعمال، لكن إحنا لما نتكلم عن الأعمال غير مألوفة هذا بينك وبين الله عز وجل. أحد ممن أصيب بمرض راح، كان أظن في أمريكا وفي لندن، قال الدكتور ترى أنت حياتك نمسولك عملية ونسبة النجاح فيها ضئيلة، فأروح البلدك. وقال خلاص أنا بروح أسلم على أهلي وأرجع. يقول أنا رحت سلمت على أهلي، يقول سبحان الله مريت الجزار عند لحم، يقول ولا في عجوز مرأة يعني كبيرة، يقول تأخذ العظام الموجود. قلت هذه، يقول تأخذ العظام اللي يقطونه تأخذها. قلت شنو فيك حجية؟ قالت والله ما عندنا لحم وما ناكل لحم يعني نهائيا. يقول قلت للجزار كم تحتاج؟ قال كيلوين. قال عطها كيلوين لمدة سنة كل يوم. مثلا نقول كيلو بخمس دنانير، بأربع دنانير ونص، عطها 9 دنانير لمدة سنة، سنة كاملة. يقول ادفع كامل. يقول أنا دفعتها وأشوفها ترفع يديها إلى الله عز وجل. يقول والذي لا إله إلا هو حسيت في شعور دخلني أنا ما أدري شنو. يقول وصلت عند البيت قالت لي بنتي يبا أنت وجهك تغير، أنت سويت شيء؟ قال لا والله ما سويت شيء. يقول بعدها ذهبت إلى الفحوصاتي في لندن أو في أمريكا، دخلت على الدكتور وسوى الفحوصات الأولية قبل العملية، لازم يجري بعد بعض الفحوصات تطور المرض ما تطور المرض. قال مستحيل أنت يطال الفحوصات القديمة. قال ما يصير. قال ليش؟ قال أنت الآن ما فيك ولا شيء. الله. ما فيك ولا شيء. بركة الصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال داووا مرضاكم بالصدقة، هذا العمل بعض المرضى لا يعرفه. أنت أبذل وانتظر من الله عز وجل الفرج. ولذلك
وأعطي عطاء غير معلوفا تجد من الله عز وجل العطاء الغير معلوف، أما عطاء في شفاء مريم أو عطاء في رزق أو عطاء في عافية أو عطاء في أولاد صالحين أو عطاء في راحة بال، ترى راحة البال تشترى بالأموال، راحة البال هذه الله عز وجل يقول عن أهل الجنة وأصلح بالهم، راحة البال صلاح البال، ما في عندك هم، ما في عندك غم، ما في عندك تنام مرتاح وتقوم مرتاح والحمد لله. ولذلك نحن نقول أن الأصل أن تعمل عملا غير معلوف، حاول دور يعني تسوي لك شيء ما حد يدري عنك، اليوم الأمور الإلكترونية تقدر تسوي شيء ما حد يدري عنك، ما حد يعلم عنك، تقدر تصدق ما حد يدري عنك، تقدر تبني مسجد ما حد يدري عنك، تقدر تحط بير ولا أحد يعلم من أنت، وهذا كله وأن ترجم عند الله ما ترجم عند الناس، سباق مع الزمن. ولذا أي ترى سبحان الله صلاة في المسجد الحرام عن 55 سنة صلاة واحدة في مسجد الحرام 100,000 احسبوها شيخنا الفاضل. نعم. الوقت أدرك دقيقة أو أقل، ماذا تقول لنا في آخر؟ أنا أقول أولا نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واعمل لو عمل بسيط لكن أولا مخلص فيه لله عز وجل، ثانيا في أشياء أنت ممكن تسويها ويكون لك الأجر عند الله. الحسن البصري هو جاي رايح من البصرة متجه إلى مكة للحج، في نصف الطريق جاءت واحدة وقالت أنا محتاجة وأعطاها المال ورجع إلى البصرة ورؤية بأن تم حجك، فالله عز وجل يرزقك الأجر منه سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمة الله عليه له من المواقف العديدة والكثيرة والعظيمة. نعم. التي تخلد هذه الذكرى الطيبة. نعم. فيما يتعلق بالأعمال الصالحة والخبيئة التي لا يعلمها إلا رب العباد. أيها الإخوة والأخوات، هذا الحديث له ما له من الخير وله ما له من المتعة التي نستفيد منها في دنيانا وفي آخرتنا. أرجو أن تتقبلوا أجمل ورق التحايا من كل العاملين في حلقة هذا اليوم من الإخوة الزملاء خلف هذه الكاميرات لنغلي الصورة الحية لكم أيها الإخوة والأخوات، الزميل أحمد محمد عوضي الذي كان معنا في هذه النقلات الجميلة، وليد زايد العنزي والمخرج التلفزيوني المنفذ، أما الإخراج فلأحمد غنام الاعتيبي. غدا نلتقي معكم على الخير وحلقة جديدة من هذه الواحة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.